اللي بعده. يا رب يا رب. ازرق السلام عليكم، معكم عبدو عاملين النهارده. عندنا تفتيح باكجات قوي جدا في فيفا 20 النهارده او الوقت ده اللي هو الاسبوع ده تحديدا، من اقوى الاوقات تقدر تفتح فيها باكجات في لعبه فيفا 20. فعشان كده انا مجمع زي ما انتم شايفين، مجمع اكتر من 50 باكج، وال 50 باكج دول فيهم باكجات كتيره جدا قويه جدا. زي ما انتم شايفين عندنا كل اللعيبه ديت اللي ممكن تطلع، دي اللعيبه الزرقاء اللي عندك، دي بروين 98، ميس 99، مبابي، فان دايك، اي حد لو طلع انا هكون مبسوط جدا لو اي حد من اللعيبه دي طلع. 50 باكج يا شباب هنفتحهم كلهم النهارده عشان يطلع لنا واحد بس من 50 باكج. احصائيه تقول انها ممكن تطلع، لكن مع اللعبه ديت بالذات ممكن ما تطلعش. فهنشوف النهارده مع بعض. عايز اوريكم التشكيله بتاعتي قبل ما نبدا. دي التشكيله بتاعتي يا شباب في الملعب. بقى فيرمينو بياخد مكان كانتي، وكانتي هو اللي بيقف مكان فيرمينو. لكن هي لخبطه، لكن اللعبه هي اللي بتبقى عايزه كده عشان التناغم ومش عارف ايه، لكن اوكي. لكن قبل ما ابدا الفيديو عايز اعرفكم اني ما بنزلش فيفا ليه، لان فيديوهات فيفا ليه للاسف ما بيجيش عليها دعم. فلو الفيديو ده جه عليه دعم، لو الفيديو ده كان موجود عليه دعم وانت حطيت لايك على الفيديو ده، فلو عجبك الفيديو اكيد اضغط زر اللايك. واهم حاجه لو انت مش مشترك تشترك وتفعل زر التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك الفيديوهات الجايه. وبس اتكلمنا كتير، خلينا على طول نخش على الباكج ده. اوكي، بيقول لي هنا عندك باكج فريق اسبوع لازم تفتحه، وده هو فريق الاسبوع. زي ما انتم شايفين عندنا بس فاران وممكن ايموبلي وجابرييل خيسوس وبيبي. يلا ممكن يطلع منه فاران احسن حد ممكن يطلع. يلا اوكي، ما طلعش اي حد. اوكي يا شباب عندنا حاليا 50 باكج زي ما قلت لكم. عندنا كل الباكجات دي حزمه ميجا. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. يلا على طول مع اول باكج، ده اقل باكج فيهم. خلينا نشوف ممكن يطلع منه حد. اوكي، الباكج اللي بعده. يلا احنا هنبدا من الباكجات الاقل للباكجات الاعلى، فدي اقل باكجات هنفتحها دلوقتي. اوكي، فورد اسبانيا استي مراته حلو 83 ينفع ان شاء الله. يلا الباكج اللي بعده ان شاء الله. اوكي، ما طلعش منه اي حد. يلا اللي بعده ده احسن من اللي فات بسنه صغيره، لكن مش هيطلع لنا حد. يلا يا شباب 50 باكج انا عايز منه واحد ان شاء الله. هي يا رب ازرق. دي مش هيعدي الطريق اصلا. شوف انا اتمنى بس لاعب واحد كويس. الباكج اللي بعده يا رب. يا ساتر. الباكج اللي انا فتحته دلوقتي المفروض ان باكج قوي. المفروض. اللي بعده يلا. اوكي، لسه عندنا 41 باكج ممكن يطلع منهم حد. لسه ما خلصناش اخر 10. ده ممكن يطلع الباكج الواحد كده، ده ممكن يطلع منه حد لكنه مش ووك اوت. اوكي 85 كويس. لسه فاضل 40 باكج ممكن يطلع حد. ممكن. يلا ان شاء الله يطلع منه ازرق. ولا حتى اي حاجه. شوفوا انا ما اتمناش ازرق، انا اتمنى بس واحد كويس نستفاد منه. بعده هرب. ازرق. يا عمي في هولنديين، في 3 هولنديين. عندك دي ليخت، عندك فان دايك، وعندك ديونج. ده اللي جه. الباكج اللي بعده يا رب. اه
اللي بعده اللي بعده يا شباب ممكن يطلع. انا متاكد انا متاكد ده في حاجه. ده على لو مش ازرق يبقى في حاجه. لا مش ووك اوت لكنه ممكن يبقى حد برتغال سي ام. يطلع لنا محمد النني يا شباب. محمد النني طلع. اوكي يا نني اعمل لك ايه دلوقتي؟ تمام سهل. يلا هنفتح باكج ميجا وممكن يطلع منه حد. اول باكج ميجا نفتحه ولا اي حاجه ولا اي حاجه خالص ولا اي حاجه خالص. ممكن ها اوكي حرام حرام انا عايز واحد بس واحد بس كويس كده. في حاجه انه مش ووك اوت. اوكي كامبل كامبل مفيش واحد اعلى من 83. حرام 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 حرام. كيف فاضل لنا يا شباب 30 باكج 30 باكج 20 باكج ما طلعناش منهم اي حد خالص. الباكج الاول من ال 30 مش مبشر مش مبشر. ده اخر باكج هيبقى باكج قليل وبعدين هنخش على الباكجات الثقيله. عندنا 29 ولا 28 باكج كلهم تقال. المفروض واحد منهم يطلع. اوكي مش ووك اوت. برتغال برضه ال دبليو. اوكي انفور نفس اللي طلع لي نفس اللاعب اللي طلع. الحظ بدا يبقى كويس. خلينا نفتح باكج ده ممكن يطلع منه حد. ها ازرق. لا ازرق لكنه مش ازرق. كل الباكجات دي المفروض باكجات تقيله. حرام عايز واحد بس. انا عايز واحد بس وهمشي. خلصنا نص الباكجات ما طلعش اي حد خالص. مش ووك اوت مش ووك اوت. اوكي ثانيه ار ام نابولي. هي ان شاء الله ازرق لكنه مش ازرق. انا متفائل انا متفائل ان شاء الله النهارده حد هيطلع. في ده باكج ممكن يطلع لنا منه لاعب من الدوري الانجليزي. ممكن يطلع منه فان دايك كانتي او ممكن ما يطلعش منه حد لكنه بولز. اوكي انجلترا حارس بيرتون بيكفورد. كل الباكجات دي تقيله. انا سبت الباكجات دي تقيله للاخر. شوف اللي بيطلع شوف اللي بيطلع. اوكي خلصنا تقريبا 30 باكج. عندنا 20 باكج 20 باكج. انا متفائل انا متفائل لحد اخر باكج انا متفائل. يلا الباكج ده انا حاسس انه في حاجه انا حاسس. مش ووك اوت ولا ووك اوت واحد يعني اتمنى. ازاي اللاعب ده موجود عندي ده موجود عندي. اوكي اوكي ان شاء الله ان شاء الله. فاضل 18 ولا 19 مش فاكر خلاص. مفيش ووك اوت مفيش. اسبانيا كام كيف فاضل 17 باكج 17 باكج وكل الباكجات اللي جايه دي تقيله كلها. مفيش ووك اوت مفيش ووك اوت. هم خلاص مش عايزين يشوفوا ووك اوت. وينر كده لاعب زائد 83 زائد 83 ممكن ووك اوت. ووك اوت اخيرا. يا رب كام يا رب كام. ده احسن لاعب طلع النهارده. ايه 15 باكج 15 باكج. ايه ده الباكج اللي ممكن يطلع لنا منه لاعب مضمون من الدوري الانجليزي. يا رب يا رب. رياض محرز حلو. رياض محرز كويس والله كويس. رياض محرز 84 هيفيدنا ان شاء الله هيفيدنا. ما عادش غير 13 باكج واحسن واحد طلع لنا هو لاعب فريق توتنهام.
خزن كل الباكجات دي عشان ما حدش يطلع. قعدت 3 اسابيع ولا اسبوعين بخزن فيه. يلا اوكي الباكج اللي بعده، بعد ده هيبقى لنا 10 باكجات. ازرق ازرق وكاوت لكنه مش لوكاس هرنانديز. لوكاس هرنانديز كويس في عندنا 10 باكجات. اقل باكج فيهم اللي هو باكج الميجا ده، الميجا ده اخر باكج ميجا وفتحنا منه كتير جدا وما طلعش منه اي حد. اخر باكج ميجا، اخر 10 باكجات. ووك اوت ووك اوت اوكي اوكي. ليفاندوسكي يا رب يكون بيتباع، يا رب يكون بيتباع، يا رب يكون بيتباع. حلو ليفاندوسكي كويس الحمد لله بيتباع، الحمد لله انه بيتباع. خلاص فاضل لنا دلوقتي 9 باكجات، كلهم باكجات قويين من اقوى الباكجات. خلينا نفتح اول باكج فيهم. 9 باكجات يا رب يا رب. شوك اوت للاسف، شوك اوت. كرواتيا سي ام لا اس تي. ازرق يا رب، ازرق يا رب، الحظ يضرب معايا يا رب يا رب يا رب. يطلع لنا بوفون وفابيان. 7 باكجات، 7 باكجات. العد التنازلي، العد التنازلي للقرف. فانت كازوري يلا، انا متفائل، انا متفائل لحد اخر باكج، انا متفائل ان شاء الله. انا يلا يلا لا يا جدعان، 50 باكج ما بقاش منهم غير 5 وما طلعش اي حد الا ليفاندوسكي، ليفاندوسكي بس اللي طلع. اوكي يلا ما عادش غير 4 باكجات، ما عادش غير 4 باكجات. هنفتح اول باكج فيهم يا رب يا رب يا رب يا رب. لحد اخر باكج انا متفائل، انا متفائل لسه هيطلع منه حد ان شاء الله. ده يطلع منه حد، انا متفائل جدا، متفائل ان شاء الله يطلع منه حد. ازرق لا ازرق لا 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 ازرق لا حرام عليك با. اخر باكش اخر باكش اخر باكش اخر باكش يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. انا متفائل انا متفائل. صدمة كبيرة يا والقلب